أذكر أنه إنسان عنده ولد وحيد، يعني هو بعيد عن الدين، أراد أن يكون هذا الولد في أعلى درجة، أرسله إلى أمريكا وأخذ أعلى شهادة في أمريكا، وكل آماله متعلقة بهذا الولد. هذا الولد أقام بأمريكا، طاب له العيش هناك، نسي أباه وأمه وتزوج واحدة أجنبية وظن على أبويه برسالة. هذا الأب فقد عقله لأنه علق كل آماله بابنه. والبطولة أيها الأب، ابنك ابنك، واخدمه وعلمه وخذ بيده إلى التفوق في الدنيا، لكن إياك أن تعتمد عليه. أقول لكم هذه الكلمة، أي شيء تعتمد عليه الله يتولى بذات العلي أن يخيب ظنك. قال لي واحد له صديق، يعني صديق حميم، كلمة حميم كافية، العلاقات بينهما تفوق حد الخيال. فمرة في صديق الحميم تسلم منصب رفيع، تصور رئيس وزارة مثلاً، فهذا الصديق نسيان الله بس هذا صديقه، صديقه رئيس وزارة. في مرة وقع بمشكلة كبيرة، يقسم لي بالله دخل لمكتبه، ما قال له تفضل عود، قال له في قوانين وفي أنظمة أنا ما مستعد خالفا من أجلك. طلع مسحوق مكسور. قلت له لأنك اعتمدت عليه. لما بتعتمد عليه الله عز وجل بخيبك. لما بتعتمد على إنسان وقد يكون ابنك الله بيخلى عنك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى معطيا إلا الله، ولا مانعا إلا الله، ولا رافعا إلا الله، ولا خافضا إلا الله، ولا معزا إلا الله، ولا مذلا إلا الله. هذا الاعتماد على الله هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إذا كان ممكن نضغط الدين كله بكلمة واحدة هو التوحيد، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، أن يد الله تعمل وحدها. الله عز وجل أنت بقبضته وبيده، رزقك بيده، من حولك بيده، من فوقك بيده، زوجتك بيده، أولادك بيده. لذلك فأنت ممكن تجهل مليون موضوع إلا موضوع الدين، إذا جهلت انتهيت. بتعيش بدوامة الشرك الخفي. الشرك الخفي شيء لا يحتمل. أنت تتوهم أنه الأمر بيد فلان، وفلان ما بتحبه ولا بيحبك، وسلطة معه وما حيرحمك. هذا الفهم لحاله بيسبب جلطة. الأمر بيد فلان بتوقيعه، هو عدو لك، صار بأعلى منصب، ما بيرحمك. لما بتضع أملك بغير الله عز وجل حتلاقي أشياء مؤلمة جدا، أشياء مقصودة من الله. حول الموضوع في آلاف القصص، علق أمله بفلان، علق أمله بزوجته. والله بعرف شخص معتني بزوجته عناية تفوق حد الخيال، طبيب هو. هذا الطبيب له مشكلة، ما بيطلع من البيت، طبيب نسائي الوحيد، الوحيد بالشام. قصة قديمة كثير، ما كان في سيارات، كان في عرباية، ما بيطلع من البيت إلا بليرة ذهب وعرباية تاخده. فإذا كان واحدة عندها مشكلة بالولادة يبيعوا الفرشة من تحتها حتى يعطوا لي الذهب، ما بيجي غير لي الذهب. يعني متحكم منفرد بالطب، منفرد الطب هذا ما بيرحم حدا. فربى ثروة طائلة. من مظاهر هذه الثروة انه عمر بناية هي الأولى في الحي بنوري باشا، الأولى. فأصيب بالشلل، زوجته
الذي يحبها حبا لا حدود له تحملته شهر. بعد الشهر في بالبناية قبو تحت الأرض وضعته تحت الأرض، تبعث الطعام مع الصانعة مع الخادمة. هذا إلا وين الخانم؟ قال له والله ما بعد، يعني يوم اثنين ثلاثة أربعة خمسة تجي من ست سبعة أيام مرة هيك تطلع عليه طلة. يبدو مرة تأخرت عليه أكثر مما ينبغي. قال له وين الخانم؟ نزلت لعنده قد تضرب قد الخانم، شو بدك من الخانم؟ أكلك مواصلك؟ الله كبير. والله يا أخوان بقول الله كبير ما بشبع منه، كبير. ممكن يحيجك لخادم، ممكن يحيجك لعدوك، ممكن يتخلى عنك كل من حولك. في شيء بالدين عجيب، إن الله يعطي الصحة، شوف الصحة والمال والجمال والقوة للكثيرين في خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هي السكينة أكبر عطاء إلهي، صعب أعرفها بس تعطي بعض ملامح عنها. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. هي السكينة العطاء الإلهي الكبير. والله عز وجل ذكر في القرآن أنه يتنزل على قلبه السكينة، سكينة طمأنينة، ثقة بالله، تفاؤل، شعور بالحب. يعني صفات السكينة صعب تنضغط بكلمة واحدة، بس سكينة ترتاح إليها. فالله عنده عطاءات كبيرة جدا. إذا أعطاك السكينة تلاقي ساكن ببيت صغير، عندك زوجة تحبها وتحبك. مرة فت لبيت بدمشق، يمكن ما في بيت أقل منه خشونة. البيت عبارة عن غرفتين، والأرض ليست بلاط، إسمنت من شدة التقشف والفقر. أنا دخلت لهذا البيت، أقسم لكم بالله شعرت أن هذا البيت جنة. يبدو في زوج وزوجة مؤمنين، عندهم ابن جميل الصورة، أرخص بساط بالحياة، بساط شرطيط وفرشة سفنج، ما في شيء. البيت أنا شعرت هالبيت قطعة من الجنة، قطعة من الجنة. بتلاقي أيام بيت فخم جدا، ما في ود بالبيت، ما في محبة، في شقاق زوجي، هي ضد زوجها، قسم من أولادها معها، قسم مع أبوه، كل يوم في مشكلة. فهي السكينة نسعد بها ولو فقدنا كل شيء، ونشقى بفقدها ولو ملكنا كل شيء. هي السكينة أعظم عطاء إلهي، والله صعب أشرحها صدقا. أنا للآن إلي بالدعوة 40 سنة، ما عندي إمكان أشرحها شرح مفصل، إلا بالله أكبر عطاء إلهي سكينة. والله دخل واحد للسجن، أقسم بالله كان بجنة بجنة، قال لي حفظت كتاب الله كله. ما عنده غير القرآن الكريم، يقرأ ويحفظ ويبكي ويتأثر. بصير السجن اللي هو أسوأ مكان بالحياة جنة، وقد يكون أفخر بيت جهنم. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه يعطي الآخرة لمن يحب فقط.